هناك بعض الطلبة يشكون فيما يخص المنح، وحنا كنا راسلنا السادة مدراء الخدمات الجامعية من أجل التكفل بهذا المشكل، فما فيش مبرر بما أنه عندك طلبة مسجلين، عندك اعتمادات مالية، ما فيش مبرر لماذا هذا التأخير. في بعض المرات لما سألنا لقينا أنه المشاكل اللي ربما قد تطرح مشكل عدم اكتمال الملف، وخاصة فيما يخص السك البريدي المشطوب، يعني هذا من بين الأسباب دائما الطلبة يتأخروا في دفع السكوك البريدية نتاعهم، أو في بعض المرات استكمال بعض الوثائق، وفي بعض المرات السادة بعض مدراء الخدمات الجامعية اللي كنا نبهناهم أنه ما يديروش يعني يجمعوا المنحة في منحة واحدة ويدفعوها. طبعا هذه من الأمور التي سوف تصحح على مستوى الديوان. أبدا، ربما البلاد عاشت قبل هذه الفترة يعني أمور حساسة جدا اقتصاديا، والمنحة لم تلغى، وقد تقدم سيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ببيان في بداية السنة قد أظهر أنه لا يمكن إلغاء المنحة ولن تلغى المنحة، وليست في تفكير أي شخص أنه تلغى المنحة. المنحة معروفة يعني حتى دوليا في كل الدول يوجد منحة، فكيف تلغى في الجزائر؟ لا أقول أن هذه كلام لا أساس له من الصحة.